بسم الله الرحمن الرحيم. باسم جمعية الإمارات للعلوم العصبية أحب أن أرحب بكم وأدعوكم في مؤتمر دبي الثالث للعلوم العصبية والمقامة في فندق إنتركونتيننتال دبي. وإنا نعدكم في هذا المؤتمر كعادتنا في المؤتمرات السابقة بباقة متنوعة من المحاضرات القيمة والشيقة من أمهر الأطباء المحليين والخليجيين والعالميين، وأتمنى منكم أن ننال رضاكم. أخوكم الدكتور أبو بكر عبد الرحمن المدني. بسم الله الرحمن الرحيم. On behalf of Emirates Neurology Society, I'm delighted to invite you to attend the third Dubai Neurology Congress, which is held in Dubai Intercontinental Festival City. In this Congress, I promise you, as usually, we're going to deliver exciting topics held by experts from UAE, Gulf, and international areas. I am confident it will satisfy you. Your colleague, Abu Bakr Al-Madani.